sur l'ensemble du match معناتها 5 بوت في الماتش حاجه باهي نجم تلاوي ما دخلش الدخل اللي لازمها معناتها 4 مينيت جو معناتها اون كاس ان بوت مي الاولاد ديزون بروفي معناتها اللي هما اللي تي كابابل باش يرجعوا في الريزلتا وهذا اللي صار عدلنا النتيجه وبعد سجلنا الهدف الثاني ممكن الحاجه السلبيه وانه دخلنا الحجرات الملابس متعادلين ما ناش متقدمين في النتيجه وهذا اللي ممكن اعطى فرصه اكثر للترجي الرياضي التونسي وانه يدخل بقوه في الشوط الثاني بالرغم من ذلك كله دخل الترجي الرياضي التونسي بقوه في الشوط الثاني دقيقه 63 كانت المنعرج معناتها كره مواجهه للمرمى الترجي الرياضي التونسي ما توفقناش فيها وانه نسجلوها بعدها خطا فردي جا منه هدف ثالث سور لونسومبل دو ماتش يظهر لي وقفنا مليح سور تيران حدينا من خطوره الترجي الرياضي التونسي في اغلب الهجمات ممكن سجلنا اهداف في المباراه بون يظهر لي الاولاد ربحوا بوكو دويال وهذه حاجه باهيه برشا ويتي بيان اون بلاس وعرفنا كيفاش نستغلوا دي ترانزيسيون اللي سجلنا بهم اهداف هذاك هو معناتها كي تلعب كونتر ليسبيرونس في رادس لازمك تقف مليح تو ديفون بيان هذا اللي صار ممكن دو بالاريتي بينالتي وفوت سجل بهم الترجي الرياضي التونسي وبعد خطا فردي سجل الهدف الثالث احنا بالاريتي وترانزيسيون سجلنا بهم الكره اللي كما قلت انا اللي نتاسف عليها هي اللي ما سجلناهاش ما توفقناش وانه نسجلوها في دقيقه 63 بعدها جاء هدف الترجي الرياضي التونسي ما علينا كان نخدموا نحاولوا نحصدوا اكثر نقاط خاصه في ملعبنا باش نجموا نقعدوا قراب للمراكز الاولى في الترتيب. الرياضي التونسي يظهر لي جو كونفيرم كلامك اللي نحن كنا عندنا فرصه كنا نجموا نسجلوها كما كنت نحكي توا نتصور انا سيتي با معناتها لا فريشور مي سي لا ريزيستونس مونتال صحيح ما نساوش اللي فريق نجم التلاوي معناتها عاودنا بنينا مجموعه كامله معناتها براتيكمون 20% من الافكتيف ثلاثه ملاعبيه ولا اربعه ملاعبيه موجودين من الافكتيف تاعنا وعاودنا بنينا فريق بانتدابات معناتها جديده فترة الاعداد ما كانتش كافية باش نعمل خمسة وستة مباريات ودية دونك لوتوماتيزم سورا با كريي معناتها في لي دو ولا تروا برومي ماتش اون ايتي اكزون لا دوزيام جورني دونك زدنا اوروزمون عملنا دو ماتش اميكو مي لوتوماتيزم ماهوش ساهل باش تو لو كري في دو ولا تروا ماتش اون ايسي باش نخدموا اكثر باش نحاولوا نكري لوتوماتيزم اي سورتو الريزيستونس مونتال اللي قلت عليها. يظهر لي 2-1 الترجي الرياضي التونسي سجل كرة ثابتة معناتها ما سجلش بهجمة مركزة ولا عمل ديك انا سور لي كوتي ولا اون باس اون بروفوندور دونك لو بلوك اللي تي اون بلاس اون بالاريتي كي افي لا ديفيرونس كي تقبل سور سويت اون بالاريتي سي تي فوت دو ماركاج فهمت دونك ما فماش علاش انا جو شونج ان شيما تاكتيك ولا جو شونج لا زون دو بريس نتاعي وانا براتيكمون ناجح في البلوك ايكيب دونك والله كان فما دي باس اون بروفوندور اللي قاتلونا ولا سجلونا بهدف عن طريق هجمه مركزه صحيح لازم الواحد يشوف حاجه اخرى اي لا بروف لا دوزيام ايتون انا شونجي دو شيما تكتيك افيك كيلكو شونجمون ويظهر لي شفنا 63 مينوت معناتها ما كانش الترجي التونسي ما كانش خطيره على دفاع وقبل الهدف الثالث الترجي معناتها كما قلت كنا نجم نكونوا نحن اللي سابقين بتسجيل الهدف الثالث.